عند الحديث عن الأغنية العمانية الشعبية التقليدية التي يقول عنها الباحث مسلم بن أحمد الكثيري في مقال له في صحيفة الوطن العمانية بتاريخ 11 يناير 2015: ما مفاده أنها تميزت عن مثيلاتها في منطقة الخليج والجزيرة العربية بالتنوع والثراء في لغتها الموسيقية وصيغها الفنية وأساليب أدائها اللحنية والإيقاعية، عاكسة بذلك الصلات التي نسجها العمانيون مع شعوب المحيط الهندي وبحر عمان، وبما جعل للموسيقى العمانية 3 جذور: محلية عربية عمان واليمن وحضرموت والخليج والعراق، وأفريقية من باسا وزنجبار، وآسيوية فارس والهند. لا مناص من التوقف طويلا أمام تجربة واحد من روادها الأوائل، ممن لا تزال أعماله الفنية محفورة في ذاكرة الكثيرين، وكذا صورته المعبرة عن حقبة زمنية طافحة بالتحديات، إذ يكفي أن ينظر المرء إلى التجاعيد والنتوءات التي خلفتها سنوات قرن كامل على وجهه كي يدرك أن صاحب الوجه هو إنسان ركب الأهوال وارتاد البحار وعبر البلدان من أجل أن يكسب قوته بشرف ويشبع في الوقت ذاته ما كان هواية قبل أن يتحول إلى مهنة. في 12 من آذار مارس عام 2014 انتقل إلى رحمة الله تعالى في سلطنة عمان عن عمر ناهز 100 عام الفنان حمدان بن عبد الله بن سعيد بن محمد البريكي، الذي اختار لنفسه اسم حمدان الوطني، وهو ما جعلنا ونحن صغار نتساءل عن سر اللقب كلما نطق مذيع الراديو به، بل ونحتج أيضا لاحتكاره صفة الوطني لنفسه دون غيره. كان هذا بطبيعة الحال قبل أن يكتمل وعينا ونستوعب ظاهرة استخدام الأسماء الفنية كبديل للأسماء الحقيقية كنوع من التحايل على التقاليد والعادات الاجتماعية. فصاحبنا كما يتضح من اسمه الحقيقي ينحدر من قبيلة آل بريك، إحدى قبائل عمان 230 المشهورة، علما بأنها قبيلة عدنانية يتصل نسبها إلى تغلب بن وائل بن قاصط بن هم بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. لقد قيل في أسباب وفاته طبقا لصحيفة الوطن العمانية الصادرة بتاريخ 13 من مارس 2014 إنها نجمت عن أمراض الشيخوخة وجاءت بعد وعكة ألزمته الفراش وأجبرته على مراجعة الأطباء لمدة أسبوع قبل رحيله الأبدي، الذي أثار موجة من الحزن في صفوف رفاقه ومحبيه كونه ظل يشكل علامة فارقة في مسيرة الأغنية العمانية ومرجعا لحقبة الستينيات الفنية. ومن حسن حظ الوطني أنه عاش طويلا، لا لكي يرى ويلمس بنفسه حجم التطورات الهائلة في بلاده التي كانت في شبابه مجتمعا مغلقا ومنعزلا عن العصر، ولا لكي يعوض بعضا من الشقاء والعذاب الذي عاشه في سنوات هجرته إلى دول الجوار وما خلفها من أوطان بعيدة، وإنما لكي يرى تراثه الغنائي محفوظا ومؤرشفا ومتداولا من خلال وسائل الإعلام المرئية والتي لم يعاصرها الكثيرون ممن سبقوه في الغناء، فكان أن ضاعت فنونهم ولم يعد أحد يتداولها. نعم، لقد كان الوطني محظوظا لأنه عاش حتى الحقبة التي بدأت فيها سلطنة عمان تولي اهتماما خاصا بتوثيق تراثها الموسيقي وتأريخه وأرشفته سمعيا وبصريا. وفي هذا السياق يقول الكثيري: في عام 1984 تم تأسيس مركز عمان للموسيقى التقليدية كأول مؤسسة موسيقية عمانية متخصصة بالجمع والتوثيق وإعداد ونشر البحوث الموسيقية وإقامة الفعاليات العلمية المتخصصة، وتم نقل تبعيته في إبريل 2013 من وزارة الإعلام إلى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني. وفي عام 1985 أنشأ السلطان الأوركسترا السيمفونية السلطانية وشملها برعايته، وفي عام 2009 أمر بتأسيس جمعية هواة العود، وفي عام 2011 تم افتتاح دار الأوبرا السلطانية في مسقط. بدأت حكاية الوطني من مسقط رأسه في منطقة أم الجعاري بولاية صحم التي يبدو أنها كانت صاحبة تأثير طاغي عليه لجهة عشقه للفن والطرب والألحان منذ سنوات الطفولة،
ناهيك عن تأثيرها اللاحق عليه في سنوات شبابه من حيث حب السفر والترحال على ظهور السفن الشراعية المبحرة صوب أقطار الخليج والهند وشرق أفريقيا. وولاية صحم لمن لا يعرفها تقع في الجزء الشمالي من سلطنة عمان ضمن محافظة الباطنة المطلة على بحر العرب، وهي ولاية ساحلية ريفية جبلية جميلة تحتضن الكثير من الأودية والأفلاج والمزارع وبساتين النخيل والليمون، علاوة على الحصون والقلاع التاريخية. والحقيقة أن قصة حمدان الوطني لا تختلف كثيرا عن قصة ثلاثة آخرين من رواد الطرب العماني الشعبي القديم، هم سالم راشد الصوري صاحب أغنية يا مركب الهند يا أبو دقلين، وحمد بن حليس السناني صاحب أغنية يا غصن ريان ببرج الجنان، ومحمد سلطان المقيمي صاحب أغنية نزلت السوق على سيكل نص ساعة وأغنية السنور والفار. فهؤلاء الثلاثة نشأ جميعهم في ولاية صور العمانية الساحلية الواقعة على بحر العرب، وكان لجمال ولايتهم وانفتاحها على العالم تأثير مشابه لتأثير ولاية صحم على حمدان الوطني لجهة عشقه الطرب والعمل في حقبة الخمسينيات والستينيات على ظهور السفن التجارية التقليدية التي تعتبر مكان نشوء الفنون الغنائية البحرية وما صاحبها من ألوان غنائية أخرى تتحدث عن لوعة فراق الحبيب والحنين للوطن والأهل. علاوة على ذلك تتقاطع قصص الثلاثة مع قصة الوطني من ناحية التجوال في بلدان الخليج بحثا عن الاستقرار في وطن بديل، ريثما يتحقق حلم العودة إلى الوطن الأم، وهو ما تحقق لهم جميعا في عام 1970 حينما فتح السلطان قابوس بن سعيد أبواب عمان ونوافذها لرياح العصر والمدنية، حيث مثل هذا الحدث نقطة مفصلية في حياة الوطني وزملائه لأنه أعادهم إلى عمان من بعد سنوات طويلة من الاستقرار في البحرين التي عرفت وقت ذاك باحتضان الآلاف من أبناء عمان وحب هؤلاء للعمل والإقامة في مجتمعها المتسامح والمتمدن. غادر الوطني بلده الأم في أربعينيات القرن العشرين وهو شاب معدم في عقده الثالث أو نحو ذلك. كانت آماله وطموحاته وقت ذاك لا تتعدى كسب قوته بعرق جبينه والتعرف على بلاد لطالما سمع عنها دون أن يراها، غير أن تلك الآمال كانت في الوقت نفسه ممزوجة برغبة دفينة في البروز على ساحة الطرب والغناء الذي كان عاشقا له. ففي مقابلة أجراها معه مقدم برنامج هود هود من تلفزيون سلطنة عمان في عام 2010 عزى الوطني أسباب عشقه للغناء إلى الحب، بمعنى أن الحب هو الذي يدفع المرء للجوء إلى الغناء للتعبير عما في دواخله من مشاعر وأحاسيس عاطفية، مستعيرا عبارة قالها زميله الفنان سالم راشد الصوري وهي أن الحب ظالم جبار ويقود الإنسان إلى كل مكان ويجعله يقدم على كل شيء. وفي المقابلة التلفزيونية ذاتها تحدث الوطني عن رحلته البحرية الأولى خارج بلاده، فقال إنها انطلقت من الباطنة صوب دبي ومنها إلى قطر فالبحرين ثم إلى الكويت ومن الكويت إلى الأحواز فالعراق، وفي العراق حملنا التمر وسرنا إلى كراتشي، ومن كراتشي سرنا إلى بومبي ثم غوا ثم كاليكوت، ومن كاليكوت سرنا إلى زنجبار ودار السلام، وفي دار السلام حملنا دناجل ورجعنا إلى زنجبار ومنها رجعنا للكويت. مما سبق ومما أكده أيضا الفنان العماني طالب محمد البلوشي في ورقة قدمها في ندوة الأغنية العمانية بعنوان الدور الريادي للفنان العماني في حقبة الستينيات، واستعرضتها صحيفة الوطن العمانية بتاريخ 14 من يونيو 2015. يتبين لنا أن الوطني جال في بلدان المنطقة كلها، بل امتدت وتكررت أسفاره إلى شبه القارة الهندية وبلدان شرق أفريقيا، غير أن استقراره وبداية انطلاقته الفنية كان من البحرين التي سجل في أحد استديوهاتها الفنية استديو جرجافون لصاحبه اليهودي البحريني جرجي سويري. باكورة أعماله الفنية والمتمثلة في إسطوانة احتوت على أغنية صباح العيد من ألحانه وكلماته، وقد صاحبه بالعزف على العود في هذه الأغنية وغيرها المطرب البحريني القديم محمد راشد عبد العزيز شعيل الشهير فنيا باسم محمد راشد الرفاعي الذي ولد في عام 1927 وتوفي في عام 1990، وهذا الأخير صار واحدا من أقرب أصدقاء حمدان الوطني طيلة فترة إقامته في البحرين.
بقي أن نعرف أن فناننا فقد البصر في مراحله العمرية الأخيرة، وسقطت أسنانه وراح يستند في مشيه على عكازه، لكن الابتسامة لم تكن تفارقه، وكذا خصلة الرضا والقناعة بما كتب الله له، حيث كان يردد في الحوارات التي أجريت معه قبل رحيله أنه عاش طويلاً ورأى كثيراً وصار له أبناء وأحفاد، وأن أكثر ما أسعده هو عودته إلى بلاده وهي في حالة مغايرة تماماً لحالتها يوم أن غادرها في مقتبل عمره، فضلاً عن احتفاء العمانيين به وتذكرهم لفنه ومجمل أعماله. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.